بعد أن نصب المحافظ الجديد لمقاطعة البطحاء الشرقية عقد حاكم إقليم البطحاء جان برناند بداري لقاء مع الطاقم الإداري لبلدية أم حجر إلى جانب حضور رجال الأعمال بالمنطقة. محمد طاهر، جبرين الحر. العلاقة المتأزمة بين الفريق القيادي لبلدية أم حجر والمستشارين البلديين من جهة وبين البلدية والإدارة من جهة أخرى كانت محور هذا اللقاء الذي عقده حاكم إقليم البطحة جون برنار باداري مع المعنيين. في بداية اللقاء قدمت الأمينة العامة لمقاطعة البطحة الشرقية غراس جمادوم تقريرا عن نقاط الخلاف، وهي مسألة إدارة مشاريع، إدارة عمال البلدية وكذا تخصيص الأراضي. الحاكم جان برنار باداري طلب من منسوبي البلدية أن ينهوا هذه التجاذبات غير المجدية، وكلف الحاكم المحافظ الجديد ناجي مادو للنظر فورا على هذه الملفات بغية إيجاد الحلول لها. اللقاء الثاني الذي عقده الحاكم في أم حجر كان مع رجال الأعمال بالبطحة الشرقية، حيث ركز الحاكم حديثه حول إدارة وتسيير السوق الماشية. جان برنار باداري قال إن هناك قرار وزاري وضع الضوابط اللازمة لتسيير أسواق الماشية بالبلاد، إلا أن هذا القرار غير مطبق هنا في البطحة الشرقية، وعليه طلب من المحافظ ضرورة إعادة النظر في الموضوع وتكوين لجنة تسييرية جديدة للسوق. كما أخبر الحاكم بأنه تم فتح مكتب للجمارك في الإقليم، فالتجار مدعوون للتعامل مع هذا المكتب. في نفس الموضوع تداخل مندوب المالية بأقاليم الوسط مطمئنا التجار على أن الجمارك تعمل لمصلحة التجار وإن الإيرادات ستسهم في تعزيز خزينة الإقليم. نصب حاكم إقليم سيلا رمضان إردبو المحافظ الجديد بحضور عدد من الشيوخ الإداريين والتقليديين والعسكريين. حسن جدة. بعد 6 سنوات قضاها على رأس مقاطعة كيميتي بإقليم سيلا، جونادا بولادي يسلم رسميا شرف القيادة إلى سلفه آدم حسن الذي عين قبيل أيام بمرسوم رئاسي محافظا جديدا لمقاطعة كيميتي التي تبلغ مساحتها 26 كيلومتر مربع، ذلك وسط أجواء احتفالية من سكان المقاطعة توديعا للمحافظ السابق واستقبالا للجديد. السلطات الإدارية والعسكرية والشيوخ التقليديين بالمنطقة على رأسهم حاكم إقليم سيلا رمضان إرجبو أحضروا حفل التنصيب. جونادا بولادي خلال خطابه بعد أن شكر جميع أبناء المقاطعة خاصة الإداريين على حسن التعامل معه أثناء فترة تواجده بالمقاطعة، مؤكدا للمحافظ الجديد أن العمل يحتاج إلى تضافر الجهود، طالبا من الجميع التعامل مع آدم حسن لإكمال ما أوكل إليه. حاكم إقليم سيلا رمضان إردبو أثناء حفل التنصيب ذكر المحافظ الجديد بمسؤولياته ومهامه، مؤكدا في الوقت نفسه أن العمل الإداري عمل تكاملي، لذا عليه التعامل مع الإداريين بالمقاطعة لتأدية مهامه. أما المحافظ الجديد آدم حسن من ناحيته شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منح إياه، ولإكمال أمله أكد آدم حسن أن أبوابه مفتوحة لجميع آراء وأفكار أبناء المقاطعة في مقدمتهم الإداريين والأسكريين.